إلا ما نتبطرت. واللي راح من عمري راح 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 واحنا ملينا الرجوع. So take a deep breath and leave. مهما كبر الحمل كله يصير. اسألي اللي كبروا على حسير. So take a deeper breath وطير. كلام الرجالة ولاد العرابة سودة في الغابة ولاد للزوني. احنا مازلنا توا على اوشك قال الراجل العرس العزيزة الغالية ذي. كان تنظيم محكم، تنظيم حلو باهي، صحافيين، استقبالات موجودة. إن شاء الله زادة نكونوا قال الراجل من أهله احنا بالأمثل زادة بكمثل كيف كيف. إن شاء الله ما نسمعوا كان الخير، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. وإحنا جينا باش نرحموا على أختنا العزيزة الغالي علينا، الله يرحمني ويرحمها ويرحم جميع المسلمين. وهذا هو إن شاء الله من حسن إلى أحسن. الفنان التونسي المتألق والكبير غزل عيادي، تعطينا رأيك على الثوب الجديد هذا مهرجان الأغنية؟ طبعا شكر لوزارة الثقافة الحقيقة اللي مهرجان الأغنية هذا تعمل في وقته وجاء في وقته هو زاده باش يرجع شوية الكفة ويعدل شوية في الموسيقى الوترية، لأن الموسيقى الوترية تلم تقريبا عشرات كما نقول الآلاف، نقول إذا كان فما آلاف ألاف من الموسيقيين، ألاف من الفنانين، ألاف من المطربين، هذا يجمعهم وما ينجم كان يثري الساحة متاعنا، وإن شاء الله تكون عودة ميمونة للموسيقى متاعنا إن شاء الله. ممتاز جدا أنه إدارة المهرجان فكرت في ذكرى، فكرت في أنها تخصص ليلة لها هي، لأنها تستحق أن تكون موجودة ذكرى بروحها بصوتها بأغانيها من خلال أصوات فنانين كبار ومن خلال أصوات فنانين شباب ممكن ما عاشروهاش كفنانة أو كإنسانة، لكن حبوها من خلال صوتها ومن خلال أغانيها، وهذا حاجة حلوة ياسر. مهم أن نكون موجودين، مهم أن ندعموا مهرجاننا اللي انطلقنا منه، ومهم أن ندعموا الشباب زادة كيف كيف الأصوات الجديدة، ونحبوا نسمعوا أصوات جديدة تغني أغانيها الخاصة وتغني لي طبعا صوت كبير راح لذكرى من خلال أصواتهم، نستمتع ونستذكر أغاني ونجاحات ذكرى محمد الله يرحمه. سيدتي آنساتي سادتي أصحاب السعادة والمعالي، جمهورنا العزيز وضيوفنا الكرام في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشتي الإقليمي، حضرة المستمعين والمستمعات، المشاهدين والمشاهدات على القناة الوطنية الأولى وكذلك في العالم العربي، جمهور المبدعين من ضيوفنا في العالم العربي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تونس، أرض الخضراء وأرض العطاء وأرض الإبداع واللقاء. شرف لنا أن تكون هذه القاعة مليئة بهذه الوجوه الرائعة
من المبدعين التونسيين والعرب، وكذلك جمهورنا الرائع جمهور الأغنية التونسية في سهرة افتتاح الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية. أبيما، مرحبا يا حاتم، مرحبا بالحضور الكرام، تحية كبيرة لكم، فرحانة برشا اللي باش نتقاسم حفل الافتتاح مع حاتم بن عمارة، تصفيقة كبيرة عليك. شعار الدورة الحالية الدنيا غنية، الدنيا غنية تزهي حياتنا، الدنيا غنية تضوي ليالينا، الدنيا غنية تحيي أرواحنا، الموسيقى تعطي روحا للكون وأجنحة للعقل، بالموسيقى نحلمو، بالكلمة الرنانة نسرحو، وباللحن العذب ندندنو. مرحبا بكم في الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية. نحن إفريقية ونعتز بذلك، ونحن أرض الانفتاح وأرض المحبة والضيافة، فسعداء بضيوفنا المبدعين من مختلف الأنحاء العربية والإفريقية. نحب تصفيقة كبيرة على ضيوفنا من الأفارقة ومن العالم العربي، نورتونا شرفتونا يا سيدات. صحيح غادروا هذا الركح، ولكن انتقلوا إلى القلب، إلى قلوب التونسيين. طب تحية لحميدة جراي، نجيب الهادي، روحه يا طاهرة، محمد العون، عزين العياشي الموسيقي والملحن، والقائمة فيها أيضا الشاعر والمنتج عبد الحميد الربيعي، الملحن محمد العون، فايزة المحرسي زيادة رحمه الله، المطربة التونسية فايزة المحرسي اللي غادرتنا منذ أشهر، زهيرة سالم من الجيل المؤسس، الملحن الكبير حمادي بن عثمان. الأسامي هي هي والقلوب تغيرت والسنين رايحة وجاية والأمان اتبطرت واللي راح راح من عمري راح راح واللي راح من عمري راح 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 واحنا ملينا الرجوع. اليوم الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية، إن شاء الله أنا بيسر في لجنة التحكيم، من عضو عضو في لجنة التحكيم، إن شاء الله ربي يقدرنا، وإن شاء الله إن شاء الله نوفقوا في المهمة اللي وكلت إلينا. وطبعا رئيس اللجنة هو الفنان الكبير، رئيس لجنة التحكيم الفنان الكبير عدنان شاويشي، كما قلت إن شاء الله ربي يوفقنا. وأنا فرحانة، تحس فما عرس ثقافي، حاجة حلوة برشا، تحس فما بهجة. اليوم الافتتاح هو حفل تكريم الفنانة الكبيرة الله يرحمها زميلتنا واختنا ذكرى محمد. المشاركون في هذه المسابقة، مسابقة الأغنية الوترية، باش نحاول نقدمهم تباعا. تفضل أميرة عامر، تصفيق على أميرة. عاقبك باش تغني أميرة عبد الله، تعبت. حاتم نور الدين، نادت عليا. حمزة الفضلاوي، ما ننساش اللي حبوني. خامس الذويدي، دنيا الحب. ردينا بن حسن، وحشتك برشا، عند جمهور ردينا. مركات لك إنترناسيونال. رؤوف عبد المجيد، سارة بن شيخة، سلام يا خودي، عز الدين خلفة، محمد العايدي، زعمة هي، مريم العثماني وأسامة النادي، منير المهدي،
شعباني محتاجة ليه. هذه كانت قائمة المشاركين في مسابقة الأغنية الوترية. تنظيميا مميز جدا ومهرجانا عسل. إلا سامي هي هي واللولو بتغيرت والسنين ريحة وجاية والأمان تبطرت واللي راح راح من العمر راح راح واللي راح من عمري راح 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 واحنا ملينا الرجوع خد زماننا الشوق راح 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 ولا حتجيب الدموع من القلوب اتغيرت ولا سامي هي هي. احنا سعداء كون المهرجان هذا يستمر. يعني تعتبر هذه الدورة الثانية في معناتها بعد رجوعه، وإن شاء الله يا ربي يكون ناجح بإذن الله، لأنه أنا عندي ثقة في مدير الدورة الفنان عادل بنطقة، ومعناتها وقديش السيدة ذي قد المسؤولية، وطبعا حرص وزارة الثقافة على إنجاح تظاهرة الثقافية نتاعها. إن شاء الله يا ربي تكون دورة ناجحة إن شاء الله. والانطلاقة مع رفيق درب ذكرى محمد الموزع والموسيقي والملحن صاحب رائعة إلى حضن أمي الأستاذ عبد الرحمن العيادي. والأستاذ عبد الرحمن العيادي حب نقول لك اللطف عليك يا أستاذ، وعودة ميمونة بعد وعكة صحية قاومها بإبداعاته وبلحن جديد إن شاء الله. الموزع محمد مصطفى. محمد مصطفى موزع من خيرة الموزعين في العالم العربي، ووزع أعمال لذكرى محمد أوندر براوندرز معناها بين زبرين. تحية كبيرة لي. تفضل سيد، نورنا اخويا في تونس، اهلا وسهلا، نورنا سيدي، شكرا لحضرتك. معالي وزير وزيرة الثقافة الدكتورة حياة طارق قرمازي تتولى مشكورة تكريم واحد من اهم الموزعين الموسيقيين في مصر وفي العالم العربي، وكان تعامل مع الرائعة المرحومة ذكرى محمد. هو الشاعر الكبير هاني عبد الكريم. تفضل هاني. نورتنا استاذ هاني. مرحبا بك، منورنا استاذ بورسعيد. تفضل. لحن للعديد من المطربين والمبدعين التونسيين. صلاح يا بابا، يا بابا منور منور. مرحبا. صلاح الشرنوبي أبى أن يكون حاضرا معنا بحبه لتونس بعشقه للمبدعين التونسيين ولهذه الأرض التي زارها العديد من المرات، وانت في بلادك الان استاذ صلاح.
مرحبا بك سحر مزيد، مشاركة في الأنماط الجديدة مهرجان الأغنية التونسية. العمل هو خليني نتنفس، غنية كلمات وألحان ونغمات نوفيليغ. علاش نقول نوفيليغ؟ خاطر ماشي على نفس جديد، وكلنا محتاجين نفس جديد في الدنيا هذه. ذيك علاش حبيت نبث الأمل في الغنية هذه. ملي باش تسمعوها من الأول للآخر باش تحسوا أنكم كل شخص فينا يعيش في نفس الكلمات ونفس الحاجات في وسط الغنية هذه. الحب، القلب اللي ينبض، انفس اللي ما نجموش نعيشوا بليش بيهم. دونك الغنية عبارة على مزيج بين تنمية الذات وتطوير الذات وتنمية الروح. خليني نتنفس، نستنى الغيث، نتيح ونقوم خير من لوم وتبقى تغيث. So take a deep breath and leave. مهما كبر الحمل كله يصير، اسألي اللي كبروا على حسير. So take a deeper breath وطير. خذوا نفس، وإن شاء الله يا ربي نفس هذا يعطينا برشا أمل ونجاح ونقدموا إلى الأمام. أنيسة خماسي متعود مهرجان الأغنية، ومهرجان الأغنية متعود بي أكيد. فهذا عرس، هذا عرسنا، وما نجمش ما نحضرش معناها، لان انا فرد من العائله هذه الفنيه هذه، فلازم يكون موجود بصفتي كأنيس الخماسي وبصفتي في نفس الوقت ككاتب عام مساعد لنقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره. الدوره 21 دوره، البوادر نتاعها الريحه نتاعها تقول انها استثنائيه باش تكون. ما نجمش نعطي تقييم كامل، ولكن بعد ما يكمل هذا العرس اكيد سيكون هناك تقييم للدوره هذه بالبارابور للدورات السابقة. قائمة طويلة عريضة، ولكن حتى نمشي زادة للغناء والسهرة، خلينا نستقبل الآن علامة من العلامات البارزة، وأعي ما أقول في المشهد التلفزيوني أو السمعي البصري العربي، وهذه المبدعة في مجالها كانت ولازالت قريبة جداً من كل المبدعين في العالم العربي، ولكن بشكل خاص قريبة جدا من المطربين التونسيين. تعشق الأغنية التونسية، وأعرف هذا جيدا، تعشق الأصوات الطربية التونسية، تحب 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 اللي تحبوا توما تقولوه عليها، تحب تونس. عندما وجهت الدعوة جت شوحات، جت مع فريق تلفزيوني وانطلقت في التصوير لتغطية هذه الدورة ولتشريفنا في أن تتولى مشكورة الصعود على الركح الآن، لنسعد بتكريم مبدعة في مجالها الإعلامية المصرية العربية منى أشادي. جزيلا اولا كل شكر والتحيه والمحبه الخالصه لتونس، لشعبها، لوزاره الثقافه، للقائمين على هذا المهرجان، وللحضور والجمهور الكريم الذي يملا القاعه بحماس ومحبه للاغنيه التونسيه. شكرا جزيلا. اذا قبلنا يا تونس الخضراء، جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وابتكار. أنا جيت مش بس معايا ورود وكلمات، إنما جيت وأنا محملة بمحبة ووصال وعشق لهذا البلد وأهله. جئت وأنا محملة بأمنيات ودعوات بطيب العيش وتخطي المحن وحلو الأيام لشعب يستحق كل ما هو حلو. أختم بكلمات أستعيرها لأنها تمثلني. هذه تونس الخضراء طاب الشعر فيها، هذه أرض الأحباب ما أكثر حبي لمن فيها. شكرا جزيلا.
مرحبا بك في تونس. يا أهلا بك وبكل الشعب التونسي وأهله الكرام. منى شادلي متميزة بهدوئها برصانتها، مش باش نسألك كما سأل زميلي السر حطيت لها إيه كما نقولوا نحن، السنوات من العمل والمثابرة في السنوات هذه شنو اللي يبقى من ذكريات التنقل بين المحطات والإيارتي وصولا إلى السي بي سي؟ الذي يبقى هو أني مارست شغفي وحبي، قدرت أن أنا أعمل حاجة أنا مؤمنة بيها وبحبها، بحاول أعملها على أكمل وجه بدون تقصير أو تململ أو حتى تعود. طول الوقت أجد وأبحث عن الجديد الذي يليق بالمشاهد. يعني المتابعين جيدين كل أسبوع. أي فعلا فعلا في طريقة، هناك تجديد للبرنامج، ليس هناك ملل، معناتها من عدة زوايا، في رياضة، في ثقافة، في بعد اجتماعي، فيه ركزت كثير. مذاكر. أنا حافظ درسي أنا من دمنهور. لا مزحة. أهلا وسهلا في كل الأحوال، يعني أهلا بك. التجديد مطلوب، التطوير مطلوب، العالم بيتسارع ودورنا واجبنا، مش تفضلا على المشاهد، دي شغلتنا إن احنا طول الوقت نجدد ونبحث وندور إزاي نضيف لوقته مش ناخد منه، وهو ده التحدي اللي أمام الجميع، وإلا الديجيتال واليوتيوب هياكلوا الساحة. آخر سؤال. ذكرى محمد. ذكرى صوت عظيم، تاريخ فني قصير، ولكن نتيجة مبهرة بعد 20 سنة من رحلها. الكل اليوم في هذه القاعة يردد أغانيها ويحفظها كأنها غنيت بالأمس. نستذكر الصوت والحالة والأغاني المتفردة اللي قدمتها عبر سنوات ليست طويلة. أنا بشكر مهرجان الأغنية التونسية لأنه اختار ذكرى لتكون ليلة الافتتاح. شعباني، هذه أول مشاركة لي في مهرجان الأغنية دورة 21، إن شاء الله تكون سهرية اللي باش نغني فيها نهار 10 مارس نهار الجمعة بأغنية اسمها محتاجة ليك، من كلمات بشير اللقاني، توزيع وألحان محسن الماطري. إن شاء الله تعجب الجمهور وتعجب الناس الكل، وإن شاء الله ربي يوفقنا وفقنا الناس الكل. مهرجان الأغنية من أنا بدايتي كانت في مهرجان الأغنية، وهو احتفال استنسنا به، غاب علينا أعوام، رجع العوام هذوما، وإن شاء الله كل عام يزيد يقدم أكثر. راو فيه برشا فنانين سير العام، ساعات ما نوصلوش نقابلوا بعضنا، برشا غنيات جديدة، جوائز، يعني احتفال به لينا نحن كفنانين توانس. أحياء ذكرى وفاة الفنانة العظيمة ذكرى محمد. الله يرحمها، فنانة كبيرة وتستحق التكريم، واليوم موجودة باش نكون مع زملائي الفنانين نكرموا الفنانة الرحلة ذكرى. محمد الزبالي.
هذا المساء في سهرة افتتاح الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية العندليب الأبيض صديقي أخويا الأستاذ الفنان المبدع هاني شاكر. مش قادر أوصف مدى سعادتي باليوم الجميل ده، اليوم الموسيقي الرائع بالأصوات الحلوة بالجمهور الرائع الجميل اللي محسسني إنه الفن طول ما فيه جمهور زيكم بجد الفن بخير، والفن إن شاء الله هيفضل منارة للموسيقى في العالم العربي كله. ربنا يحميكم، وتحية كبيرة للفرقة الموسيقية اللي ظهرتني. أحمد عنتر مشارك في مسابقة الأنماط الجديدة أغنية كلام الرجالة أنا وعبد الله خياط. كلام الرجالة ولاد العرابة سودة في الغابة ولات للزوني يما خلوني لا يروا عيوبي لقلوب كلابة ولات دوري. مسيو سي سلام صلاح الدين، تعطينا رأيك انطباعاتك على الدورة هذه بتاع مهرجان الأغنية؟ هي توا الدورة هذه طليق إن شاء الله ما بين الجيل القديم والجديد. الأغاني إن شاء الله ما زلنا بسمع لهم شخنا فنت، أما اللي نتمنيه معناها يكون فما توزيع به وكلمات في مستوى الحدث هذايا، وكيف كيف ألحان فهمت ما نركزوش برشا على الريتموات الأوكسيدونتال، ماذا بينا هي الأغنية مهرجان الأغنية التونسية يكون فيها وتري برشا وطبوع نحن وكسيتيرا معناها فهمت. الأغاني اللي باش ينجحوا إن شاء الله وربي يسهل لهم إن شاء الله نفس الشيء يلقوا حظهم في الترويج، خاطر اللي صار قبل حتى أنا عندي أغاني مقواك وعندي بلاش تعمل حكايات مش موجودين، والدليل إنه معناها كما تقولش فنان ما تشهروش غنيته ما تعرفش برشا. في تونس وفي العالم العربي الفنانة التي ولدت وهي تغني وتبدع يسرى محنوش أمام هذا الجمهور الرائع وأمام أيضا الاستضافات المصرية الشقيقة في مهرجان الأغنية التونسية، المهرجان اللي شرفنا ونورنا وإن شاء الله تونس ديما خضرة فنها وفنانينها وثقافتها وحبها. نرحب ترحيب كبير فنانين التوانسة الكل والفنانين العرب اللي نورونا اليوم معانا والإعلاميين والناس الموجودين الكل، تحية كبيرة زيدا. الفرقة الموسيقية بقيادة المتميز يوسف بن هاني.